بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده ان شاء الله في حلقتنا مجموعه من الاخبار المحليه واخبار عن بطوله كاس العالم واللقاءات اللي اتلعبت امبارح واللقاءات اللي هتتلعب النهارده، لقاءات مهمه جدا طبعا في دور ال 16، امريكا مع بلجيكا والارجنتين ضد سويسرا. ان شاء الله الماتشات اللي هتتلعب الساعه 6 و10 مساء باذن الله. النهارده صفقات قويه جدا بتخلص لصالح نادي الزمالك. الزمالك النهارده بيخلص باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي عقد لمده 3 سنوات، بيخلص ايمن حفني بشكل نهائي مع اداره طلائع الجيش، احمد صبري لاعب حرس الحدود وقع النهارده لنادي الزمالك ولكن بينتظر نادي الزمالك ان هو يخلص مع اداره حرس الحدود. فكده بصراحه صفقات قويه جدا لصالح النادي الزمالك. يعني لو اتكلمنا في خط هجوم نادي الزمالك السنه الجايه هيبقى خط هجوم ناري، خالد قمر، باسم مرسي، اثنين من افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين في الدوري المصري في الموسم الحالي، وكمان ويليام جيبور بيخلص زي ما انا سامع دلوقتي، وكان عندي اتصالات مع بعض المسؤولين في الزمالك وفي طلائع الجيش ان ويليام جيبور مسؤولين نادي الزمالك بيدفعوا فلوس ويليام جيبور حاليا في نادي طلائع الجيش عشان ويليام جيبور ينتقل الى نادي الزمالك. يعني لو الزمالك خلص ويليام جيبور بشكل نهائي من إدارة طلائع الجيش هيبقى ويليام جيبور وخالد قمر وباسم مرسي الثلاثة بيقودوا هجوم نادي الزمالك. يعني مجلس إدارة نادي الزمالك قدر يوفر صفقات من العيار التقيل جدا 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 لنادي الزمالك. دي صور توقيع باسم مرسي مع كابتن أحمد سليمان زي ما احنا شايفين، والأستاذ رحاب أبو رجيلة والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي. صفقة قوية جدا. كتير اتكلمنا عن باسم مرسي السنه دي، وده المهندس هاني زاده واحمد مرتضى منصور اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. كتير يعني اتكلمنا عن باسم مرسي السنه دي في بدايه الموسم اول ما ظهر مع الانتاج الحربي، وبصراحه يعني عمل شغل كويس جدا مع الانتاج الحربي رغم الانتاج الحربي هبط، وانتقل باسم النهارده ووقع لنادي الزمالك. دي صور باسم مرسي زي ما احنا شايفين، وطبعا خلاص وقع في نادي الزمالك. هروح لميدو حزين وكيل اللاعبين ونتكلم في موضوع ويليام جيبور وموضوع ايمن حفني. عرفت ان ايمن حفني خلص بشكل نهائي، هو مخلص مع الزمالك لكن الزمالك خلصوه من طلائع الجيش. نشوف موضوع ويليام جيبور وصل لغايه فين. ازيك يا ميدو؟ ازيك يا كابتن كريم، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا كابتن. يعني عرفنا موضوع ايمن حفني خلاص، وبرضه هعرف منك من التفاصيل، ولكن موضوع ويليام جيبور ما فيش. والله كابتن زي ما حضرتك عارف ويليام الناس من الزمالك طلبوه كده، وهو عنده رغبه ان هو يبقى يلعب في نادي الزمالك، والناس تفاوضوا مع الناس هنا في طلائع الجيش، في نادي طلائع الجيش ناس محترمه جدا ما عندهمش مشكله برضه، وتفاوضوا على الرقم واتفقوا. ويليام لسه مخلص دوري في ليبيا من 4 ايام كده. ايوه. وهو ان شاء الله هيجي اول ما يجي مصر، انا بخلصت التاشيره عشان يجي مصر، اول ما يجي مصر ان شاء الله الامور كلها هتبقى رسميه. هيوقع، لكن خلاص الزمالك كاداره خلصت الامور مع اداره طلائع الجيش. اتفقوا مع نادي طلائع الجيش. طيب اتفقوا على كام يا ميدو؟ والله الارقام حضرتك عارف يا كابتن كريم، يعني اصل دي صفقه خلاص وهتتم، يعني ما حاجه مش سريه. يعني بقول لحضرتك والله، يعني انت عارف اداره الجيش يعني الارقام ما بتحبش حد يتكلم في ارقام، يعني هم عايزين يحتفظوا باللي هو. هو انا عندي معلومه ان يعني ويليام جيبور كان عقده هيخلص الموسم القادم، فطلائع الجيش عايز يبيعه السنه دي عشان يستفاد باكبر عائد مادي، وسمعت ان المقابل ما بين 200 ل 250 الف دولار لطلائع الجيش. بالظبط كده، من 200 ل 250 الف جنيه من يعني الزمالك يدفع يعني 250 صح؟ اه 250. اه تمام. ولسه غير فلوس الولد، غير فلوس. انا شايفها صفقه قويه جدا، ويعني باسعار نقدر نقول بالنسبه لويليام جيبور كمهاجم انا برضو اتكلمت عليه السنه اللي فاتت، وقلنا ان ده هيبقى لعيب جامد جدا وكان متالق مع طلائع الجيش. شايف ان الفلوس يعني كويسه، يعني او صفقه مربحه لصالح نادي الزمالك. بالظبط. وكمان يا كابتن كريم ويليام لسه سنه صغير، فيقدر يدي لنادي الزمالك اطول فتره ممكنه يعني لنادي الزمالك، ويقدر نادي الزمالك يستفاد
من ويليام الايام السنين الجايه، وهيقدر يجيب لهم اكتر من كده بكتير يعني ان شاء الله. يعني القصه برضه نادي الزمالك مكسب نادي الزمالك ومكسب لطلائع الجيش. بالظبط، يعني نقدر نقول خلاص بشكل نهائي ويليام جيبور في الزمالك، ولا نستنى لما يرجع من ليبيا ويوقع؟ ان شاء الله ما يرجع، ان شاء الله ما يرجع ويوقع كابتن عشان تبقى الامور رسميه ان شاء الله. طيب انت كنت قلت لي قبل كده معلومه عن ويليام جيبور ان هو كان نفسه يلعب خارج مصر، او عنده رغبه اكتر ان هو يلعب خارج مصر في اوروبا. هو كان في عرض كابتن من نادي ريو افي تمام، بس انت عارف طبعا البرتغال يا كابتن الانديه ما بتدفعش الارقام الكبيره للانديه اللي بتطلبها. ايوه. فهي دي المشكله، لكن العرض لسه موجود، لكن احنا يعني استقرينا خلاص على نادي الزمالك، الزمالك عامل فرقه محترمه، ناس محترمين، مستشار مصطفى واعضاء مجلس اداره وكابتن احمد سليمان، ناس محترمه جدا وناس بيتفاوضوا باحترافيه كبيره، فاحنا يعني استقرينا خلاص على نادي الزمالك ومرحبين جدا، والامور ما فيش مشكله بالنسبه لنا بخصوص موضوع الزمالك، ناس هتخلص مع نادي الجيش وما فيش مشكله بالنسبه لنا. تمام، اداره الزمالك برضو خلصت موضوع ايمن حفني النهارده. بالظبط. التفاصيل ايه بقى بالنسبه لتخليص ايمن حفني؟ والله اول موضوع الاثنين مع بعض يا كابتن، والله يعني هم حاسبين العمليه ويليام وايمن مع بعض. وبرضه ايمن كده كده كان موقع في الزمالك قبل كده، فموضوع ايمن رسمي خلاص، يعني اللاعب والنادي، نادي طلائع الجيش وايمن حفني. يعني ايمن حفني في نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله يا كابتن. ان شاء الله. ويليام جيبور هيرجع امتى من ليبيا؟ يعني ان شاء الله في خلال 48 ساعه يكون موجود في مصر. خلال 48 ساعه. طيب تمام، بشكرك شكرا جزيلا. ميدو حسين وكيل اللاعبين، وهو يعني مع سيد مرعي كانوا مسؤولين عن انتقال ويليام جيبور وايمن حفني الى نادي الزمالك، وزي ما سمعنا ايمن حفني بشكل نهائي في نادي الزمالك، اللاعب وقع واداره طلائع الجيش وافقت وخلاص اتفقوا مع إدارة نادي الزمالك، ويليام جيبور إدارة الزمالك اتفقت مع طلائع الجيش، ولكن يبقى توقيع ويليام جيبور، وهيعود من ليبيا أو هيجي إلى القاهرة إن شاء الله خلال 48 ساعة. الزمالك فرقة قوية جدا السنة اللي جاية، يعني أنا بقول الكلام ده ومن بدري بصراحة. مجلس إدارة الزمالك يعني بيعمل فريق الأحلام بالنسبة لنادي الزمالك، فيا بخت المدير الفني اللي هيكون موجود في نادي الزمالك الموسم القادم. لو استعرضنا كده الصفقات او اللاعبين اللي موجودين في نادي الزمالك، صفقات قويه جدا في جميع الخطوط، يبقى بس حارس المرمى لسه، يعني الصفقه او يعني من وجهه نظري الصفقه الاخيره اللي هتكون في نادي الزمالك، مين اللي هيكون موجود كحارس مرمى؟ هل الشناوي؟ هل محمد عواد حارس مرمى النادي الاسماعيلي هينتقل نادي الزمالك؟ يعني الكلام بيدور في الاثنين دول، احمد الشناوي ومحمد عواد، وفي محاولات مستميته من مسؤولين في نادي الزمالك ان هم يضموا واحد من الاثنين، احمد الشناوي حارس المصري ومحمد عواد حارس مرمى نادي الاسماعيلي. لو اتكلمنا عن خط الدفاع هنلاقي محمد كوفي، صالح موسى، محمد عبد الرازق اللي هو بازوكا لاعب الشرقيه، وجود عوده ابراهيم صلاح تاني في خط الوسط، المنطقه اللي هي الهجوميه ثلاثه من اقوى الصفقات ومن افضل اللاعبين. ويليام جيبور ده كارثه، يعني ويليام واحمد ديودار كمان لاعب اتحاد الشرطه موجود في خط الدفاع، يعني خط دفاع كامل بالنسبه لنادي الزمالك. في كلام على رضا العزب وكان وقع وكل، لكن لسه قصته ما انتهتش مع طلائع الجيش، فخط دفاع كامل لنادي الزمالك. صفقات قويه جدا، ابراهيم صلاح في نص الملعب، معروف يوسف تحت الفراوده، بيخلصوا الزمالك دلوقتي، احمد صبري، واحمد صبري وقع لنادي الزمالك اللي هو لاعب حرس الحدود، ولكن لسه اداره الزمالك ما خلصتش مع اداره حرس الحدود. خالد قمر، ويليام جيبور، باسم مرسي، يعني عايزين ايه؟ يعني الراجل بصراحه او المرتضى منصور او مجلس اداره نادي الزمالك بيجيب فريق الاحلام من وجهه نظري. انتوا عارفين بنتكلم عن الاهلي وبنتكلم عن الزمالك، قلنا في فتره من الفترات النادي الاهلي بيجيب صفقات قويه، كان ايام جده وليد سليمان وعبد الله الصعيد ومجموعه جامده، وقلنا اداره الاهلي كانت ساعتها كابتن حسن حمدي بيجيب صفقات قويه جدا. دلوقتي بنرجع ونقول ان اداره الزمالك بتجيب صفقات قويه جدا، يا بخت المدير الفني اللي هيكون ماسك الفريق السنة اللي جاية، سواء ميدو كمل وسواء في مدير فني آخر أجنبي أو مصري، هنشوف إيه اللي هيحصل الفترة الجاية، مش عايزين نسبق الأحداث، ولكن مش هيبقى عنده حجة. فريق كامل متكامل، صفقات قوية جدا، وأنا مش بقول كده بجامل أو بشيء، كل الناس شايفة وشايفة اللعيبة اللي بتيجي نادي الزمالك، يعني ما افتكرش من حوالي 10-15 سنة إن الزمالك جاب صفقات بهذه القوة وبالشكل ده في كل الخطوط ما عدا لسه حارس المرمى والظهير الايسر، ولكن اعتقد ان نادي الزمالك بقى عنده اختيارات كتير جدا وعنده بدائل كتير جدا هتكون موجوده. وفي نفس الوقت بقول يا بخت المدير الفني اللي هيمسك السنه الجايه، والله يكون في عونه انه هيكون عنده ضغط كبير، لو ما خدش بطوله الدوري ولا ما خدش افريقيا هيتشرح وهيتقطع وهيتذبح، يعني برضه هي سلاح ذو حدين، معاه فرقه جامده جدا
مين هيقدر يقف قدام ويليام جيبور؟ مين هيقف قدام خالد قمر؟ مين هيقف قدام باسم مرسي؟ مين هيقف قدام ايمن حفني؟ مين هيقف قدام معروف يوسف؟ ابراهيم صلاح، احمد ديودار، محمد كوفي، صالح موسى، غير اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك. يعني هنشوف محمد ابراهيم هيكون موجود السنه الجايه ولا لا، هيكمل يعني ولا هيروح عنده عرض. عمر جابر، حازم امام، وحازم امام كنت بكلمكم وانا لسه متمسك بنفس القصه اللي هو عنده عرض من اتحاد جده السعودي. ف يعني طبعا اسماء قويه جدا، صفقات قويه جدا لصالح نادي الزمالك. على الناحيه الثانيه النادي الاهلي بيحاول يجيب بعض الصفقات، هنطلع فاصل ونرجع نقول لكم الصفقات اللي النادي الاهلي بيحاول يجيبها وايه اللي هيحصل خلال ال 48 او ال 72 ساعه القادمين بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفاصل ان شاء الله مع كوره كل يوم. هذا البرنامج برعاية. نرجع تاني مع بعض، ويعني كده يبقى زي ما احنا قلنا الفترة اللي فاتت ان دومينيك ملوش مكان في نادي الزمالك في الموسم القادم بعد يعني التعاقد مع تلات اجانب، معروف يوسف، محمد كوفي، وويليام جيبور مهاجم فريق طلائع الجيش اللي هينتقل الى نادي الزمالك. فكده تلات اجانب، وانتوا عارفين اللائحه بتسمح بوجود تلات لاعبين اجانب في قائمه اي فريق مصري، وبالتالي دومينيك خارج نادي الزمالك في الموسم القادم. وفي قائمه من اللاعبين اللي هتغادر نادي الزمالك زي عرف السيد، زي سعيد قطه، زي محمد ابو جبل، زي محمد ابراهيم، مش محمد ابراهيم المهاجم، محمد ابراهيم اللي هو الظهير الايسر اللي كان ميدو جابه في بدايه الموسم، كان جاي من نادي امبي. في بعض اللاعبين كتير، يعني برده في كلام على احمد جعفر. كده خط الهجوم هيبقى يعني قوي جدا، والزمالك اعتقد ان طريقته في الموسم القادم هتبقى باتنين مهاجمين، ان هو عنده لعيبه كتير جدا في خط الهجوم زي ما قلت لكم ثلاث لاعبين، ومن تحتيهم كمان موجود ايمن حفني، موجود محمد ابراهيم. فهيبقى في خناقه جامده السنه اللي جايه في خط هجوم نادي الزمالك. طيب نروح لكريم حلمي وكيل اللاعبين ووكيل باسم مرسي. ازيك يا كريم؟ كابتن كريم ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ الحمد لله يا كريم، كله تمام والله. كل سنه وانت طيب. كريم؟ كريم سمعك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كريم، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. يعني مبروك على صفقه انتقال باسم مرسي لنادي الزمالك، يعني صفقه قويه جدا. واكيد تفتكر يعني السنه اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على باسم من خلال مشاركته مع الانتاج الحربي. فعلا يا كريم، انت كنت يعني من اكثر الناس اللي بتشيد بباسم من بدايه الدوري، وكان عندك نظره فعلا في الموضوع ده. يمكن كان باسم عنده جون او اتنين، بس انت كنت فعلا متفائل بيه جدا، وكنا بنتكلم وكنت بتقول ان فعلا باسم يبقى مبشر جدا لمصر ولمنتخب مصر، وكلامك طلع فعلا في محله يعني يا كريم بجد والله. اكيد، وانا كنت بتكلم معاك طبعا الفتره اللي فاتت، ودايما كنا متابعين بعض، وانت كنت موجود كمان كوكيل مع الكابتن حسن شحاته في موضوع المنتخب المغربي. لكن عايز اتكلم معاك يا كريم في تفاصيل تخليص الصفقه بالنسبه لباسم مرسي، ويعني اداره الزمالك خلصت باسم ازاي من اداره الانتاج الحربي. والله يا كريم، الاول طبعا مبروك للكابتن حسن شحاته، وانا يعني سعيد ان انا اشتغلت مع الكابتن حسن شحاته، وربنا يا رب يكرمه فعلا. الكابتن حسن يستاهل كل خير، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، باسم كابتن احمد عايزين طيب جامد. عايزين فروت جامد مع كابتن حسن يا كريم. ظبط لنا فروت جامد. ممكن باسم مرسي. لا مش باسم بقى، ظبط لنا حد بقى جامد مع كابتن حسن يروح معاه، ان هو محتاج مهاجم قوي ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله يا رب، ربنا يكرمه هو الكابتن طارق مصطفى. بصراحه يعني يعني هم يستاهلوا كل خير، وفعلا فعلا يعني احنا نفسنا فعلا المدربين المصريين يكونوا متواجدين في كل الدول وبيشاركوا في المنتخبات، وان شاء الله ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. طيب قول لي في تفاصيل باسم مرسي واداره الزمالك خلصت ازاي مع اداره انتاج الحربي. والله يا كريم، هو يعني الامور كانت بقالها فتره يعني مع نادي انبي كانت مفتوحه، والزمالك والاسماعيلي والاهلي، وكان في مفاوضات فعلا مع النادي الاهلي. والنهارده في تصريح للكابتن علاء عبد الصادق قال احنا ما فوضناش باسم مرسي. لا، انا قعدت مع الكابتن علاء عبد الصادق وما اتفقناش، بس قعدنا مع بعض، وانا كان ليا طلبات وهو كان ليه طلبات. ده قريب قريب يا كريم؟ قريب؟ الكلام ده قريب، الكلام ده ما فيش من ايام.
الكلام ده كان من ايام، وقعدنا مع بعض انا وهو وفي عدم وجود باسم، وما وصلناش لقرار وما وصلناش لاتفاق، وهو اداني فرصه افكر وانا اديته فرصه يفكر، وعادي ممكن هو يطلع يقول لو انا بقول اي حاجه من الكلام ده غلط. وعلى فكره الراجل محترم جدا، جدا يعني كابتن علاء، طبعا جدا جدا طبعا جدا طبعا. شيك جدا الراجل، وعلاقتي بيه كمان من يعني بره الكوره كان يعني في بيننا علاقه ان انا بتصل بيه دايما وبسلم عليه وبتصل بيه يعني ككابتن علاء عبد الصادق، لا ما فيش اي مشكله، بس ما اتفقناش في الارقام، ما اتفقناش في الامور الماليه. كابتن احمد سليمان بصراحه ونادي الزمالك والسياده المستشار يعني كان ليهم يعني مش عارف اقولها لك يا كريم ازاي، بس فعلا الناس كانت شاريه باسم جدا لابعد الحدود. الناس قالت لنا احنا هنخلص مع نادي الانتاج الحربي، فعلا كابتن احمد سليمان النهارده اتكلم مع رئيس نادي الانتاج الحربي اللي هو ماهر كسبة ووصلوا القرار وخلاص اتفقوا ان الامور كلها خلصت خلاص، وبكره تطلع الاستغناء بتاعت باسم. ويعني يعني الامور بصراحه في يعني ما فيش، عايز اقول لك يا كريم في نص ساعه الامور كانت خلصت يعني. طب قول لي يا كريم التفاصيل الماديه، يعني الزمالك اشترى الانتاج، اشترى باسم من الانتاج الحربي بكام؟ والله يا كابتن كريم بص النقطه دي بقى يعني هو ايه دي تتكلم فيها كابتن احمد سليمان، هو يقول لك بالنسبه للامور الماليه مش عارف ليه يا جماعه انديه القوات المسلحه ما بيحبوش يعلنوا الحاجات دي خالص، مش عارف ليه بالظبط، مع ان لسه دلوقتي عارف صفقه ويليام جبور يعني هينتقل نادي الزمالك مقابل 250 الف دولار. والله هو بص يا كريم احنا يعني اتقال لنا بلاش يا جماعه تتكلموا في ارقام، فدي بقى الدرقه بتاعت الكابتن احمد، انت عارف يا كريم انا ما بحبش اتعدى حدودي يعني. مفيش مشكله. طيب باسم معاك؟ باسم معايا. طيب ماشي، شكرا يا كابتن. شكرا كريم. شكرا يا كريم. عليك السلام. ازيك يا كابتن باسم؟ ازيك يا كابتن كريم عامل ايه؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيب، والف مبروك الانضمام لنادي الزمالك. طبعا طبعا يا كابتن كريم، شرف لي انا اكون موجود في نادي الزمالك طبعا. يعني السنه دي بقى فريق الاحلام، مجلس الاداره بيعمل للزمالك فريق الاحلام، فما عندكوش حجه بقى السنه الجايه. والله يا كابتن كريم ناس محترمه، وانا بشكر الكابتن احمد سليمان والمستشار مرتضى منصور، ناس كانت شارياني وانا تحت امر نادي الزمالك. يعني يعني كنت انا وكريم خلاص هنخلص نادي انبي وكده، وبشكر نادي انبي جدا جدا، ناس محترمه جدا. كنت هتخلص في انبي يا باسم؟ ها فعلا كابتن كنت خالص فاهمني وكده، وماجد نجاتي وكابتن عبد الناصر ناس محترمه جدا جدا جدا، وانا بحترم نادي انبي ونادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ونادي سموحه، كل انديه اتفاوضت معايا انا بحترمها جدا وعلى راسي من فوق كابتن كريم. بس اللي اشتراني واللي انا شاريه نادي الزمالك، ورغبتي طبعا العب في نادي الزمالك. الامور الماديه خلصت معاك بسهوله داخل نادي الزمالك ووقعت 3 سنين النهارده. ناس محترمه جدا يا كابتن كريم، وفعلا شاريني، وقبل ما اوقع خدت فلوسي ومستحقاتي كلها يا كابتن. قبل ما اوقع العود والله. ناس محترمه جدا جدا جدا، وبشكر الكابتن احمد سليمان وملتزمين، ويعني نادي الزمالك يعني بجد المستشار مرتضى منصور نادي يعني فعلا يعني وجهه نظر اتغير تماما. طيب قول لي يا باسم، نادي فعلا محترف يعني. باسم قول لي السنه الجايه نادي الزمالك خط الوسط والهجوم هيبقى حاجه ناريه، يعني باسم مرسي، خالد قمر، ويليام جبور، ايمن حفني، محمد ابراهيم، معروف يوسف، يعني هتحاربوا عشان الواحد ياخد فرصه ويكون موجود داخل التشكيل الاساسي. شايف وجودك داخل نادي الزمالك السنه الجايه في التشكيل الاساسي هيكون ازاي، من خلال مين زميلك او مين انت؟ هل هتقدر تحجز تشكيل اساسي ولا هيبقى في منافسه وحرب قويه جدا ما بينكم كلاعبين؟ بص يا كابتن كريم، والله في يعني انا شرف يعني اكون اتمرن تحت قياده الكابتن احمد حسام ميدو وكده، وفي خالد وفي ويليام جبور، وفي يعني كابتن انا ابتدى اعمل عليا العب ما العبش تحت امر نادي الزمالك في وقت، بس انا رايح نادي الزمالك عشان اخد دوري واخد كاس واخد بطوله افريقيا، مش رايح ان انا افكر العب ولا ما العبش، انا رايح افكر ان اخد بطوله. فلدايما اللي بيفكر ياخد بطوله يا كابتن يبقى هيلعب، يعني مش حاطط في دماغه اللعب. انا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا معايا هلعب ان شاء الله. طيب كابتن، وبعدين رقم 10 يا كابتن كريم تقيل. ما انا شايف رقم 10، فقلت بقى لا ده يعني خلاص كده بقى نقدر نقول مارادونا نادي الزمالك الفتره الجايه. لا يا كابتن، انا نادي الزمالك طبعا نادي محترم، وانا اتشرف ان انا كابتن نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده نادي كبير وطلع لعيبه يعني احسن لعيبه في مصر يعني. عارف انا اكتر حاجه سعيد بيها باسم ان انا الحمد لله السنه اللي فاتت وانا بتفرج عليك في الدوري مع الانتاج الحربي قلت ان باسم مرسي ده هيبقى حاجه كبيره جدا، فيعني اتحققت امنيتي ان انت تكون موجود في منتخب مصر وتسجل كمان في مباراه دوليه امام جامايكا في اول مشاركه ليك،
واللي انت تكون في نادي كبير. فدي حاجه بصراحه بتسعدني ان الواحد توقع ان هيكون في لعيب مميز، بس لازم طبعا يعني الامور داخل نادي الزمالك او في اي نادي كبير بتختلف عن الانتاج الحربي، بيبقى محتاجه جهد اكبر وتركيز اكبر. يا بس كابتن انت من الناس اللي انا شكرتك على الهوا كابتن كريم، اول واحد استضافني السنه دي كابتن كريم حضرتك طبعا، وطبعا كنت يعني الناس اللي يعني اللي طلعوا في ظهري وكده، ويا رب اشكرك كابتن كريم والله العظيم. لا يعني والله انت يعني هي مش حكايه شكر، هي حكايه ان انت تستحق. بص يا كابتن كريم، بص انا طبعا بس اديني فرصه في الاخر اشكر ناس معينه كده، انت من ضمن الناس اللي انا بشكرها فعلا والله العظيم، عشان هوا ولا حاجه فعلا، انت فعلا كابتن كريم الناس اللي خدتها معايا وكانت مؤمنه بيا لازم اروح المنتخب، ولما رحت المنتخب قلت كابتن شوقي غريب طبعا يعني ده اختيار صح، يعني انا متابع كابتن كريم وطبعا اختيار في ظهري على طول والله الحمد لله. بالتوفيق يا باسم ان شاء الله مع نادي الزمالك. بس كابتن كريم اشكر بس اللي هو ماهر كوزده رئيس نادي الانتاج الحربي، وبشكر ناس اللي في الانتاج الحربي كلهم، يعني الناس دي وقفت جنبي وساعدوني كتير يا كابتن، وكابتن اسماعيل طبعا يعني ابويا كابتن اسماعيل. اكيد اكيد. وكابتن محمد وطبعا بقى انا اقول لك اخويا الكبير وحبيب وابويا كريم حلمي طبعا، يعني طبعا اكتر واحد وقف جنبي يا كابتن والله. انا سامع كمان كابتن اسماعيل يوسف خلاص يعني رحل عن الانتاج الحربي، واللي هيتولى المهمه الموسم القادم كابتن رضا عبد العال. انا لسه عارف النهارده الكلام ده كابتن كريم برضه يعني. كابتن رضا عبد العال هيتولى تدريب الانتاج الحربي في الموسم القادم. كبير مدرب عظيم والله، مفيش مشكله. طبعا كابتن رضا عبد العال طبعا يعني كان بيدرب بلدي طنطا، يعني اكيد انت رايح طنطا تحتفل بقى النهارده. طبعا يعني بشكر مهاب برضو شغال مع كريم ومحمد، يعني الناس دي كلهم ساعدوني يا كابتن كريم والله. اكيد بالتوفيق يا باسم ان شاء الله في الموسم القادم مع نادي الزمالك، وعنصر مهم جدا او صفقه قويه جدا لصالح نادي الزمالك. طيب عايز اروح اتكلم شويه عن النادي الاهلي، يعني النهارده معانا تليفون، معانا احمد صبري لاعب حرس الحدود، وسمعت ان هو وقع النهارده لنادي الزمالك، ويعني مستني بس اتفاق إدارة الزمالك مع إدارة حرس الحدود. ازيك يا أحمد؟ كابتن كريم ازيك؟ أخبارك إيه يا أحمد؟ كله تمام والله الحمد لله. إيه نقول زمالك ولا إيه؟ والله خلينا نقول الموضوع لسه ما بين الإدارتين المقتضى والإدارة نادي الحرس وأمير. يمكن أنا سمعت اليومين اللي فاتوا امبارح النهارده حاجات كتير جدا في الإعلام، لكن بالنسبة لي أنا والله ما فيش لسه الموضوع ما انتهاش رسمي. لسه الموضوع ما بين الادارتين، يا رب ان شاء الله الموضوع يخلص على خير ويبقى في فرصه ان شاء الله. بس انت موقعت للزمالك؟ الموضوع مش ميعاد، مع الموضوع توقيع موضوع تاني. مشكله ان الزمالك يخلص مع الحرس، المشكله ان انا ان شاء الله الموضوع يخلص. انا بتمنى إن شاء الله طبعا يكون ليا فرصه، دي فرصه لاي حد، اي حد بيتمنى طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر. فاتمنى ان شاء الله يبقى في فرصه ويبقى في ليونه في التفاوض ما بين الادارتين، والموضوع يخلص على خير ان شاء الله، وتبقى في فرصه ان انا اقدر اخدم نادي الزمالك واقدر اقدم للجمهور حاجه وتبقى فرصه كويسه ليا ان شاء الله. طيب احمد قول لي، حاسس ان اداره حرس الحدود هتتفق مع اداره الزمالك، او عندك معلومات من داخل اداره حرس الحدود؟ اتكلمت مع حد؟ والله يا كابتن كريم كابتن بسيوني واختياري اللي هو محمد حلمي مشهور كان في كلام دار ما بيني وبينهم، قالوا لي احنا يعني بشكل مبدئي كانوا في الاول كانوا قالوا لنا ان احنا مش هنقدر نستغنى عنك، عشان مش هنعرف نجيب حد زيك او مش هنقدر نفرط فيك والكلام ده كله. لكن ده الكلام انا قلت الكلام ده الفتره اللي فاتت. لا لكن اعتقد ان الفتره اللي فاتت شهدت تطورات في الموضوع ويا رب ان شاء الله. طبعا انا بقول لاداره نادي الحرس، انا قضيت سنتين في نادي الحرس من احسن سنتين حياتي، وانتوا اللي قدمتوني للناس وانتوا اللي عملتوني. بتمنى ان شاء الله تبقى الانديه كلها، انا شايف ان الانديه كلها اي حد بيجي له عرض الانديه بتوافق، فاتمنى ان شاء الله يبقى في ليونه في الموضوع ونادي الحرس يوافق. دي هتبقى خطوه ايجابيه ليا وخطوه ايجابيه لنادي الحرس ان هو يستفاد وانا استفاد ونحقق حاجه والناس ما تاخدش طباع بس عن نادي الجيش ونادي الحرس ان هم ما بيسيبوش اللعيبه. احنا في عصر احتراف وطبيعي ان اي حد هيجي له حاجه كويسه النادي يستفاد واللعيب يستفاد في الاول وفي الاخر. اكيد. تحب تقول حاجه بقى لجمهور نادي الزمالك يعني قبل ما تنضم لنادي الزمالك بشكل رسمي؟ والله بس انا جمهور نادي الزمالك ده كابتن كريم عايز اقول لك ان هم فوق دماغي. عايز اقول لك ان مثلا على تويتر وعلى فيسبوك الناس مرحبه جدا ان انا ابقى موجود، والناس بتكلمني بصوره مستمره جدا ان هم نفسهم ابقى موجود في نادي الزمالك. انا طبعا ده فوق دماغي وانا بتمنى من كل قلبي اول خطوه ان شاء الله ان انا اعمل حاجه لجمهور نادي الزمالك، لو كان ليا نصيب ان انا اتواجد في نادي الزمالك مع المجموعه اللي موجوده ان شاء الله نقدر نحقق حاجه لنادي الزمالك لو كان في نصيب ان شاء الله.
اكيد النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ما كانش فيه اتصالات معاك او مع وكيلك؟ كان في كلام جد جدا مع امير و امير المراكبي وكيلك. ها امير المراكبي كان في كلام كتير جدا مع امير و... وكان في رغبه من اداره النادي الاهلي ان انا ابقى موجود، لكن الموضوع وقف شويه لما عرف ان انا في نادي الزمالك وان انا في جديه اكتر من نادي الزمالك، فالموضوع وقف شويه. تمام، بشكرك يا احمد صبري لاعب حرس الحدود، واعتقد احمد يعني اول مره يتكلم في اي برنامج تلفزيوني خلال الفتره الحاليه، وكده يعني زي ما قلت لكم مش عايز اعيد الكلام تاني، صفقات قويه جدا لنادي الزمالك بتتم في كل مراكز الفريق، ولسه الكلام ده كمان قبل ما بطوله الدوري تخلص، ده لسه بكره لقاءات الدوري ان شاء الله، الاهلي وبتروجيت والزمالك وسموحه ان شاء الله نستمتع بيهم في خلال قناه النهار الرياضة. عايز اقول حاجه برضو بالنسبه لصفقات نادي الزمالك لكن مش في كره القدم، يعني برضو الزمالك قدر او مجلس الاداره بالمشاركه مع الكابتن عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق كره السله في نادي الزمالك، قدر يجيب او يتعاقد مع اثنين من اللعيبه المميزين جدا، شريف ورامي جنيدي. طبعا شريف ورامي جنيدي زي ما انتم شايفين لابس التيشيرت الاخضر والبيربل او البنفسجي ده اللي هم الاثنين اللي على اليمين، دول كانوا لعيبه مميزين جدا في نادي الجزيره وفي منتخب مصر، رامي وشريف جنيدي، فانتقل الى نادي الزمالك، واللي قاعد على الشمال خالص ده جنب المهندس هاني زاده كابتن عصام عبد الحميد، طبعا مدير الفني الكبير في كره السله وكان مجلس اداره نادي الزمالك. بصراحه احنا لازم نقول اللي ليهم واللي عليهم، الحاجه الايجابيه ان مجلس اداره نادي الزمالك بيحاول يرجع امجاد فريق كره السله وامجاد فريق كره اليد والكره الطايره، ان كان حصل انهيار في الالعاب الجماعيه في نادي الزمالك خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، فتعاقد مجلس اداره نادي الزمالك وشايفين في الصوره طبعا مستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، بيحاولوا يجيبوا المدربين الكبار اللي كانوا ماسكين نادي الزمالك، كابتن عصام مدرب كبير جدا في مصر في كره السله ودرب نادي الزمالك قبل كده ودرب انديه كتير داخل مصر وخارج مصر، فقدر يجيب بعض الصفقات المهمه واهمها رامي وشريف جنيدي، لعيبه من اللعيبه المميزين جدا في منتخب مصر كره السله ونادي الجزيره سابقا، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وحاجه ايجابيه لمجلس اداره نادي الزمالك. مش عارف اتكلم في صفقات النادي الاهلي ان الزمالك عمال يدي صفقات، فهطلع فاصل وارجع بقى اقول على الحاجات اللي بتحصل برضو داخل النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، هدوء داخل النادي الاهلي، خلي بالكم برضو الفوز اللي حققه النادي الاهلي على نادي الزمالك عمل راحة نفسية واستقرار نفسي داخل النادي الأهلي، وحسس الجماهير وحسس المسؤولين إن النادي الأهلي عنده شباب ولعيبة صغيرين عندهم مستقبل كبير، خلى يعني برضو يبقى في حزن الجماهير نادي الزمالك بعد الخسارة، فمجلس إدارة الزمالك مستشار مرتضى منصور بيحاول يعني ينسي الناس الأحزان الخسارة من النادي الأهلي من خلال الصفقات القوية، وزي ما قلت لكم اللي هيمسك نادي الزمالك السنة الجاية يا بخته معاه فريق الأحلام، معاه منتخب مصر، معاه ثلاث لعيبة أفارقة أقوية جدا، ويليام جبور اللي هيخلص خلال 48 ساعة أو هيوقع على نادي الزمالك خلال 48 ساعة والزمالك خلاص مع إدارة طلائع الجيش، معروف يوسف ومحمد كوفي مدافع دولي من بوركينا فاسو، فصفقات قوية جدا. هنطلع فاصل ونرجع نشوف أخبار النادي الأهلي وصفقاته برضو اللي هتتم خلال الفترة القادمة.